وفي أجواء طيبة بحضور كل اللاعبين بما فيهم توفيق زغدان الذي يتدرب بشكل عاد، وظهر أن إصابته بسيطة جدا، ما عدا بشيري الذي يخضع إلى برنامج خاص وحصص في تقوية العضلات. وسيكون الموعد الأربعاء مع المباراة الودية الخامسة في تربص الفريق بتركيا، ومنافس اليوم هو بطل الأردن نادي الوحدات، والذي سبق له مواجهة اتحاد العاصمة الأحد الماضي وخسر أمامه بهدفين مقابل هدف واحد. ويعكف الطاقم الفني بقيادة بوعلام شارف في هذا الاختبار الحقيقي لوضع آخر اللمسات على فريقه بعدما حقق فريق الشناوة فوزين أمام غلوريا بيزا والروماني وديار بكر التركي، وتعادلين أمام بونيود كور الأوزبكي والمنتخب الليبي لأقل من 20 سنة. إذ ستكون مباراة سهرة اليوم بمثابة اختبار جيد لأشبال شارف بالنظر إلى قيمة المنافس الذي يعتبر من بين أحسن الأندية في الأردن. وتشير كل المعطيات إلى أن شارف سيقحم التشكيلة الأساسية في لقاء اليوم، طالما أن المواجهة امتحان حقيقي لدرجة التحضير التي وصل إليها الفريق قبل 17 يوما فقط من نهائي كأس الجزائر الممتازة أمام الجار اتحاد العاصمة. إذ ظهر أن الطاقم الفني بدأ يجد التشكيلة الأساسية وهي تلك التي لعبت المباراة الودية أمام ديار بكر التركي، ويسعى إلى خلق الانسجام بين الخطوط الثلاثة قبل نهائي السوبر. هذا ويعتبر فريق الوحدات الذي يتربص هذه الأيام في إسطنبول أحد أعرق وأكبر الأندية الأردنية، وقد تأسس سنة 1956 كما توج بلقب الدوري الموسم الماضي على حساب المنافس التقليدي والغريم الفيصلي. فالألقاب تنحصر في الدوري الأردني في غالب الأحيان بين هذين الفريقين اللذين يشكلان نواة المنتخب الوطني الأردني، والفريق الذي سيواجه المولد اليوم يضم في صفوفه 5 لاعبين دوليين.